أدى اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية واللواء إبراهيم الشناوي مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا واللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية صلاة الجنازة على جثمان شهيد الوطن النقيب إسلام مشهور ابن قرية منشية جنزور بمركز طنطا. تقدم المحافظ ومرافقوه جنازة الشهيد العسكرية التي شارك فيها الآلاف من أهالي القرية والقرى المجاورة. وخلال العزاء قرر محافظ الغربية إطلاق اسم الشهيد على مدرسة منشية جنزور الإعدادية تخليدا لذكراه. وقد أكد محافظ الغربية أحمد ضيف صقر خلال تشييع جثمان النقيب إسلام مشهور أن التطرف والإرهاب لن ينال من الدولة، خصوصا مع توحد الشعب مع القيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة. احنا بندي رسالة للعالم كله ولجمهورية مصر العربية وكل المتواجدين ان طول عمره الارهاب معسكر الدولة، طول عمره الارهاب معسكر الدولة. كان ممكن يكون في خلل هنا وهناك، لكن الارهاب اللي بيتم حاليا لا يسقط الدولة في يوم من الايام. طبعا بتوحد الشعب المصري كله خلف القيادة السياسية، خلف قواته المسلحة، خلف شرطته، ان شاء الله سوف ينهزم الارهاب، إن شاء الله سوف تعود مصر آمنة ومستقرة كما كانت.